ان البدايه بيكون الانجذاب وبعد كده بيبقى الارتباط، وبعدين طبعا الانجذاب ده بيكون اول فتره اللي هي فتره الخطوبه، وبعدين الارتباط، ارتباط شديد يكون فتره شهر العسل، تمام. بعد ذلك بيجي البصل بقى، تيجي البصل ممكن ياخد له بقى ايه، مش بالشهر بقى، البصل بيكون اكتر من العسل، العسل ده بيكون في الاول. فاذا محتاجين ان احنا نجدد، واذا كان اي حد بيسالني بقول له انصحك بالتجديد، بالتغيير. ما انا ما اقصدش انك تغير الزوجه، انت ممكن تغير النشاطات اللي انت بتعملها، تمام. غير المكان، ابعد شويه، لان بتكون الطاقه واحده. يعني لما يكون الحياه الزوجيه روتينيه وممله جدا، بيكون محتاجين ان احنا نبعد شويه. يعني بيقول لك ابعد حبه تزداد محبه، زد غبه تزداد حبه، كما في الاثر. فلما انت بتبعد عن الطاقه، انت ممكن تجرب هذا الموضوع في بلدك مثلا، انت بلدك اللي هي اللي انت اتولدت فيها وعشت فيها بقالك فيها سنين طويله، لما تسافر منها الى اي دوله اخرى، الدوله الاخرى دي بالنسبه للناس اللي عايشين فيها شيء عادي جدا، شيء طبيعي جدا. هما والطاقه اللي هي فيها، المكان اللي هما فيه، هما منسجمين معاه وعايشين معاه ومتاثرين بيه، شيء عادي، شيء طبيعي، ما يحسوش بالجمال والروعه اللي موجوده في هذا المكان الغالب. يعني انت لما حضرتك تروح هناك، انت تشوف ما شاء الله، الله ايه، شوف تونس عامله ازاي، شوف المغرب عامله ازاي، شوف، تبقى منبهر جدا. تمام يا جماعه، صحيح ولا مش صحيح؟ في اول فتره انت بتكون هناك. يعني احد الاخوه كان عايش في فرنسا بيقول لي انا اول اسبوعين رحت هناك، عشت هناك، كنت منبهر جدا، الشوارع، الاكل، النظافه، المعامله، اول اسبوعين. بعد كده ما تمشي بقى وتعيش وتشوف الاحياء الشعبيه. معايا يا جماعه ولا ما بيوصلش الصوت؟ تمام. لما تعيش بقى شوية هناك وتشوف الأحياء الشعبية وتشوف الدنيا ماشية ازاي، ايه اللي بيحصل؟ نظرتك بتتغير، فبتصبح انت جزء من الايه، جزء من نسيج المجتمع وجزء من طاقة المجتمع، فما بتتأثرش. فمحتاجين دايما التغيير. ولذلك من فوائد الارتحال وفوائد السفر، ان انت بتغير المكان، وبتغير الحاجات اللي بتشوفها، وتعرف على ناس جديدة، بيبقى فيه نشاط دايما كده، دايما تغير، تمام. والمكان اللي انت عايش فيه، حتى لو فضلت مثلا مدة شهر، شهرين، 5 سنة، ايا كان المدة اللي بتعيش فيها دي، بيكون في تغيير برضه. يعني بتتغير حتى في البيت، بتتغير في اساس البيت، بتتغير. الزوجة الصالحة ينبغي ايضا ان تنتبه لهذا الموضوع، التغيير، ان هي تغير ايضا في تسريحة شعرها، تغير في ملابسها، تغير. فليه؟ لكسر هذا الايه، هذا الروتين. ايضا من اسباب او مظاهر او اعراض الطلاق العاطفي اختلاف الاهتمامات. اختلاف الاهتمامات، يعني هو مثلا اهتماماته بمثلا رياضة، السباحة، خلاص، وهي اهتماماتها القراءة والثقافة مختلفة، مش في نفس الاتجاه. ممكن هو مثلا طبيب، تمام، وهي بتعمل في مجال التعليم بعيد عن الطب، مجال مختلف، مفيش مشكلة ان هما يكون مجال العمل مختلف، بس المشكلة بدأت تكون في ايه؟ ان يكون في تعارض، ان هذا الاختلاف لا يكون في نفس الاتجاه. يعني هي بتقول له ايه اللي انت بتعمله ده، الشغل اللي انت بتعمله ده ملوش قيمة، وهو بيقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده ملوش قيمة. يعني مفيش احترام للايه؟ للاهتمامات. انا مش مطالب ان تكون زوجتي جزء، يعني نسخة مني، وانا لا اطالب الزوجة، يعني ايه، ان نكون احنا متساويين في كل شيء، لا. انما لابد كل واحد له اهتماماته، بس نحترم هذه الاهتمامات. وانا مما رايت من خلال خبرتي في هذا الامر المتواضعه في هذا الموضوع، ان الانسان لما يتزوج ينبغي ان يبحث عن امراه تشاركه في نفس الاهتمامات، في الغالب يعني تشاطره في نفس الاهتمامات. اذا كان هو مثلا بيعمل في المجال الديني، في حقل تعليم القران او العلوم الشرعيه، فينبغي أن يختار امرأة في نفس المجال. ليه؟ هتوفر عليه كتير، هتساعده، تمام. في مثلا هو عنده درس، عنده حاجة هيستفيد، هيقول لها طب حضري لي، طب شوفي لي، حتى لو هي بتدرس حاجة أو بتقرأ حاجة في نفس المجال، هو هيستفيد معاها، نفس الكتب، نفس القراءة، نفس المناهج، نفس ماشيين في نفس الطريق. في اختلاف فيما بينهما، نعم، بس مش هيوصل الاختلاف للإيه،
للاختلاف الشديد لما يكون هو بيقول لها انا اتجاهي ديني ولازم اقرا ولازم اتعلم ولازم ادرس ولازم كذا كذا كذا، وهي شايفاه انت ده كلام فاضي اللي انت بتعمله ده، وهو برضه بيبص لها بمنظور تاني انت مخك فاضي ما عندكيش حاجه تعمليها. فطبعا اختلاف الاهتمامات دي مشكله. وكان كلمه جميله كان قالها الشيخ حسين يعقوب، قال في البداية مفروض من في بداية الزواج الإنسان حريص على أن هو يتزوج امرأة صالحة وأن يكون فيه الوئام والوفاق بينه وبين زوجته، ينبغي أن يختار امرأة من فئته، من فئته يعني من نفس الفئة، يعني بيقول لك سيارة هذه السيارة الفئة الثالثة، السيارة الفئة الخامسة، السيارة الفئة السادسة، فما يبقاش هو من الفئة العاشرة وعايز يختار واحدة من الفئة الأولى، يعني ما عفوا ما يبقاش هو مثلا ابن البواب وعايز يتجوز بنت الملك، ما ينفعش. ما ينفعش، يبقى انت رحت بعيد خالص. المفروض نفس الطبقة الاجتماعية، نفس المستوى الثقافي. ماشي يا جماعة تمام معايا ولا مش معايا؟ ده هيختصر الطريق كتير، عشان الفوارق الثقافية لما تكون هي مثلا متعلمة ومعاها الدكتوراه وهو معاه دبلوم مثلا او ما كملش تعليمه وخرج من الاعدادي، ايه اللي هيحصل؟ اه في الاول ممكن كده، لا يا حبيبي عادي ومفيش مشكله ده انت احسن مني ومش عارف، وبعد كده لما يحصل غلط تقول انت مش مثقف اصلا انت جاهل. صح ولا ها؟ يلا يا جاهل، فتبقى المعامله سيئه جدا، وفي بيوت كتير بتهدم بهذا. اختلاف فارق السن مش مشكله، بس برضه يكون في احترام متبادل. انا التقيت باحد الاخوه في مصر قال لي انا متزوج بنت عمي وهي اكبر مني وبتعيرني بهذا الامر، وانا لازم اتطلق اعمل طلاق يعني مشكله. فمش عيب ان يكون في فرق سن، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيده خديجه وهي اكبر منه بكام سنه؟ مين يعرف يا جماعه؟ 25 لا 15 سنة 15 سنة 15، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده، ولو 25 كان هو عنده 25 سنه وهي عندها 40، تخيل. وكانت افضل النساء، سبحان الله. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيده عائشه وفرق السن بينهم كبير جدا، صح؟ يعني ما لا يقل عن كام؟ يعني بتقول الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده 40 سنة، 40 سنة تقريبا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده 53، وقول مثلا يعني ما لا يقل عن 40 سنة، يعني مش عيب، مش عيب ولا حرام ان الانسان يتزوج فرق السن تكون هي اكبر منه كتير او هو اكبر منها كتير، بس احنا بنقول يعني الافضل، الافضل والمعتاد في هذا الامر ان يكون الفارق مش كبير. لو هو اكبر منها بخمس سنين ماشي، 3 سنين، 7، 10، خدت بالك؟ هي اكبر منه شويه، 5، 7، يعني ما يبقاش الفارق كبير جدا بحيث ان يكون في هذا الامر فيه تعويض. كان في احد الاخوه هنا في جه المغرب عايز يتزوج، فهو مصر على سن معين، هو سنه 54 تقريبا، وعايز واحده 18. يا اخي طب صعب، يعني لابد برضه ان انت يعني، طب ما تشوف المتدينه، وفي متدينات و25 و30 و35، ايه المانع؟ ما هي دي امراه برضه مهما كان يعني. لا وازاي؟ المهم فضلت معاه لحد ما اقنعته، قال لي ماشي. قلت له بص، في حاجه بتشيل حاجه، حاجه بتعوض حاجه، يعني ممكن تكون هي حافظه القران خلاص، يعني ممكن تكون هي يعني متدينه جدا. قال بس الغالب المتدينات مش حلوين. المتدينات مش حلوات. لا يا سيدي، في متدينات وجميلات كثير جدا الحمد لله، بس محتاج تبحث. انما انت تزوجتها لجمالها 5 6 سنين وهتتقلب، اللي انت كنت شايفه الرموش والعينين والشعر الحلو والجسم الجميل كل ده هيتغير، مش هيفضل كده. فالميول الدينية او العقيدة الراسخة والثقافة الواسعة والفهم القوي والفكر الراجح والعقل المتزن، كل هذه الاشياء هتدوم معاك، هتستمر. انما جمالها مش جمال الشكل ده ما بيستمرش، ان ليس الجمال جمال الشكل والمظهر، ان الجمال جماله ايه؟ النفس والجوهر. فاذا اختلاف الاهتمامات دي مهم جدا ان احنا نعرفها وان احنا نراعي الاهتمامات. طيب هنفترض ان هم متزوجين اهتماماتهم مختلفة، يعذروا بعض طالما مش حرام، مش حاجة فيها حرام ولا فيها شيء يخالف الشريعة، يعذروا، هو يعذرها وهي تعذره. في حالات طلاق كانت هتتم بسبب هذا، ان هي عايزاه يجلس معاه يتفرج على التلفزيون وهو مش عايز، هو له اهتمام تاني وهو عايز ياخدها معاه في الاهتمام التاني وهي مش عايزه، اعذرها يا اخي. انت خليك انت في اهتماماتك وهي في اهتماماتها، مش لازم ان انتوا تبقوا نسخه من بعض.
الغرفة طبعا زي ما انتوا عارفين بتفصل، هتفصل بعد دقيقة ونرجع لها تاني ان شاء الله بعد ما تفصل. تعارض الأولويات، تعارض الأولويات، يعني لما نسأل المرأة نقول لها ايه أهم حاجة عندك، ايه رقم واحد عندك، لو هي قالت الزوج رقم واحد خلاص مفيش مشكلة، لو هو قال زوجتي رقم واحد مفيش مشكلة طبعا، بعد الله سبحانه وتعالى والرسول عليه السلام شيء أكيد يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تظهر عندكم الشرائح؟ نعم تظهر، تظهر شيخنا. تمام، عايزين نسأل بقى، نسأل تمرين عملي كده، نسأل الحضور الكرام الأولويات، إيه أولويات حضرتك يا أستاذ علي؟ وإيه أولويات حضرتك يا أستاذ عبد الرحمن في الحياة الزوجية؟ يعني إحنا نقول مثلا، أقول لك 5 حاجات، الفرائض يعني ايه، الله والرسول عليه السلام، طاعة الله وطاعة الرسول عليه السلام، بالنسبة الوالدين، الوالد والوالدة إذا كانوا أحياء أو إذا كان بعضهم حي، يعني رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، في كمان الزوجة، الأولاد، العمل. تمام، ده تمرين عملي، في عند حضرتك 5 حاجات وعايزك تقول لي كيف هترتب هذه الأولويات. أنا شيخنا بالنسبة لترتيب هذه الأولويات، الفرائض أولا، نعم، ثم يليها الوالدين والزوجة وثم الأولاد ثم أخيرا العمل. تمام، ممتاز ما شاء الله، ممتاز. الأخ عبد الرحمن، تفضل. احنا عندنا 5 حاجات، يعني هنقول الفرائض، تمام، الزوجة، الأولاد، الوالدان، العمل. عايزك الترتيب، الترتيب الايه، التنازلي، يعني أعلى حاجة ثم أقل ثم أقل وهكذا. الفرائض رقم واحد، تمام، الوالدين، نعم، العمل، نعم، تمام. يبقى انت اختلفت عن الاخ علي في انك قدمت العمل. ارجو ان المخابرات العامة ما تكونش بتسمعك دلوقتي عشان ما يحصلش مشكلة، ويمكن الاخ علي المخابرات معاه فهو قدم الزوجة. عموما مش مشكلة، مش هنختلف ان شاء الله. فاذا يعني دلوقتي الانسان لما يخير بين الزوجة والعمل هيختار، ما خد بالك كلمة أولويات دي كلمة كبيرة، يعني إيه؟ يعني ما أنا واحد يقول لي العمل ولا الزوجة؟ لو أنا بقدم العمل هقول العمل، يعني أنت مخير حاجة من الاتنين، يا دي يا دي، بيقول لك ما ينفعش الاتنين مع بعض، اختار حاجة من الاتنين، يا العمل يا الزوجة. ها ماذا تختار يا أخ عبد الرحمن؟ اه طب تمام كده الاخ، لو كان يصح، نعم تمام. يبقى اذا انت تقصد بقى الاولويات بمعنى ان يعني في الانشطة الحياتية وكذا وكذا انك بتقدم العمل تمام. نعم، الاخ علي خدها من منظور تاني، يعني هو خدها ان هي الزوج اهم وكذا. على كل حال مش هنختلف، يعني انا شخصيا اقول الفرائض ثم الوالدان ثم الزوجة ثم الاولاد ثم العمل، بحيث لما تتعارض عندي اولويات، لما تتعارض عندي اولويات الزوجة والاولاد والعمل، اقدم الزوجة والاولاد، يعني الزوجة والاولاد اولى، بس في الضروريات، يعني مش مثلا عشان فسحة، عشان حاجة مثلا فيها راحة واستجمام وكذا، ولكن هتأثر على العمل، لا ساعتها العمل أولى، لأن العمل هو اللي هيجيب الفلوس اللي تخلينا
نتفسح ونرتاح ونسافر وكده وهكذا. تمام. فتعارض الأولويات دي مشكلة بتحصل في كثير من الأسر، إن المرأة لا سيما إن كانت المرأة عاملة بتكون مشاكل أكبر. يعني لو هي المرأة عاملة وبتقدم عملها على زوجها، يعني احنا دلوقتي في حاجة هنضيفها كمان، المرأة العاملة. لو المرأة العاملة ينبغي إن يكون ترتيب الأولويات عندها الفرائض ثم الزوج، ما يبقاش الوالدين. يعني خد بالك، لأن خلاص بتنتقل، الإسلام بيقول إن هي لما تنتقل من بيت والدها أو ولي أمرها إلى بيت زوجها، أصبحت الولاية عند مين؟ أصبحت الولاية عند الزوج، فهو اللي يقول لها تروحي لأهلك أو ما تروحيش، ده بخلاف الزوج، الزوج ولي نفسه. طبعا ده عدل تام في الإسلام، ما فيهاش أي مشكلة، هو الزوج لابد أن يكون متفهما فلا يظلمها ولا يمنعها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقياسا على هذا أيضا ينبغي ألا يمنعها من أن تزور أهلها ما دام ما يضرش بالبيت. بتحصل أحيانا في بعض الزوجات بيكون أهلها ناس للأسف مش كويسين، يعني ناس يوقدون النار في الهشيم، أي حاجة ده هو ظلمك، ده غبي، ده حمار، ده مش الكلام بقى الوحش اللي انتوا عارفينه، أسماء الحيوانات ده هو مش عارف ايه، ده بص شكله عامل ازاي، ده بص مش عارف ايه، الشحات ده. يفضلوا يشتموا في الراجل، يقطعوه، يبهدلوه، ينتفوا ريشه زي ما بيقولوا، يقطعوا هدومه، وهي حضرتها بتعمل ايه؟ بتساعدهم. وهذه المرأة لا تستحق ان تكون زوجة، المرأة اللي هي بتعمل كده في زوجها والله لا تستحق ان تكون زوجة والله. انما مفترض ان هي تعمل ايه؟ بالعكس، تدافع عن زوجها. وهو لو حد جاب سيرتها ولا لمح ليها بكلمة، هو ما يعني يمنع اي حد، يقطع لسانه اللي يقدر يتكلم عنه. ده الانسان الايه، الزوج العاقل، الزوج المتزن. تمام. انما للاسف الشديد انتوا عارفين مجتمعات العرب والمسلمين اليوم للاسف الشديد في مشاكل كبيرة، في شكوى وشكوى لمين؟ ممكن لرايح وللي جاي، وممكن لاي حد، صديق الزوجة او صديق كذا او كذا، والكلام بيوصل للحديث عن الامور الجنسية كمان، ده هو عمل ايه، يعني مصيبة. فطبعا ينبغي ان احنا نعرف ان في اولويات. اولويات اولا المرأة لها اولويات. ان لم تكن عاملة فاول حاجة عندها هو الله سبحانه وتعالى، رقم شيء هو الف رقم واحد هو ايه؟ الفرائض. رقم اتنين الزوج، مباشرة، ما فيش محتاج كلام. تمام. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. طيب، بعد الزوج الاولاد، بعد الاولاد الوالدين. بعد الاولاد يبقى ايه؟ يجي الوالدان. طيب، وبعد الوالدين اذا كانت بتعمل بيبقى ايه؟ بيبقى العمل. ده الترتيب الطبيعي، اي امرأة تخل بهذا الترتيب بتحصل مشاكل كبيرة، ان هي بتقدم العمل على الزوج، او بتقدم امها او اهلها على زوجها. تمام. فتعارض الاولويات ده من ضمن اعراض الايه، الطلاق العاطفي. ايضا قلة التغافل، ان هو واقف لها على الوحدة. يعني لو هي عملت اي حاجة يقول لها شوف انت عملت ايه، ويجيب لها الماضي، لما يوم كذا انت عملت كذا وكذا، ولما يوم كذا انت وقعت الطبق وكسرتيه، ويوم كذا. لا، يعني الشاعر العربي يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، وانما سيد قومه ايه؟ المتغابي. انسان يتغابى، يعمل نفسه مش شايف، يتغافل. تمام. في حديث ام زرع، حديث الطويل معروف، انا كنت عرضت له قبل ذلك في دورة اسعيد الزوجك، في يعني في صفات بعض الازواج، عن ام المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعهدنا. ده بتحكي الحديث ده لمين؟ بتحكي القصة دي لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني شوف الرسول بيجلس معاها وبيسمعها وبيصبر عليها لحد ما تحكي له القصة كاملة، ما بيقطعهاش. يا سلام، شوف الجمال، شوف العظمة. عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها قالت:
جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن في الجاهلية طبعا، فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، جبل صعب، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ياه، لحم جمل، انت عارف لحم الجمل؟ الجماعة اللي عايشين في مصر عارفين ان لحم الجمل ده بيكون صعب في الايه، في التطييب، ما بيستويش بسهولة، بياخد وقت طويل جدا، ومش جمل عادي، جمل عجوز على رأس جبل، تفضل تطلع تمشي 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 لحد ما توصل، وتوصل تلاقي ايه، لحم جمل غس، لا سهل فيرتقى، لا سهل، الجبل سهل انك توصل ليه، ولا سمين، ولا اللحم سمين فينتقل تجيبه معاك، يبقى تعبت نفسك على الفاضي، بتشتكي طبعا. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، زي الإيه، العقدة بتاعت الخشب كده، يعني ما تتكلمش، ما تقدرش تتكلم، لأنها لو تكلمت ممكن تترك هذا الزوج، تمام. شبيهة أيضا بالثالثة، ولكن الثالثة قالت إيه: زوجي العشنق، إن العشنق يعني الطويل، زي ما بيقولوا كده طويل وهبل، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، لو اتكلمت هيطلقني ولو سكت هيعلقني، فمش فارقة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، جبال تهامة، في منطقة تهامة، الأخ عبد الكريم كان جالس معانا في السعودية، تهامة منطقة في الحجاز جميلة، الليل بتاعها كويس يعني، ليلها طيب، لا حر ولا قر، لا هو حر ساخن ولا هو ايه قر بارد، ولا مخافة ولا سآمة، لا تخاف منه ولا تسأم، يعني لا تمل منه. الله، ده جميل بقى جدا هذا الزوج. شوف، خلينا ماشيين لحد ما نوصل لايه، للشاهد، محل الشاهد هنا اللي هو التغافل. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. الله، إن دخل فهد يعني لما يدخل البيت يبقى عامل زي الإيه، زي الفهد، قيل الفهد كثير النوم، النوم، وقيل الفهد إشارة إلى كثرة الجماع، يثب عليها كثيرا كثرة الجماع، والغالب إن النساء يحببن هذا الأمر، الغالب يعني، لو مثلا المعدل الطبيعي، طبعا لا حياء في طلب العلم، المعدل الطبيعي مثلا مرتين في الأسبوع، 3 مرات في الأسبوع، تمام، معدل طيب، إنما يكون كل شهر مرة صعب. واضح يا جماعة معايا؟ زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، هي مبسوطة فرحانة إن هو إن دخل فهد وإن خرج إيه؟ أسد. يعني إيه إن خرج أسد؟ لما بيخرج بيكون في الشارع مع الناس زي الأسد. الله، يعني بيكون في الشارع زي الأسد، ماشي، ما يبقاش زي القطة، زي القطة المغمضة، لا، في الشارع زي الأسد، مع الناس زي الأسد، يبقى في الداخل فهد وفي الخارج أسد، يا سلام. ولا يسأل عما عهد، يعني يقول لها: يا فلانة يلا حضر لنا الغدا، وأنا جبت لك اللحمة اهي، طيبيها والرز، واعملي السلطة، واعملي العصير، واغسلي الملابس، تمام، ورتبي الفرش والسرير، واجمعي، قال لها حاجات كتير خلاص، او حاجتين تلاتة ومشي، وبعدين يرجع يلاقي كل حاجة زي ما هي، لا الملابس اتعملت، لا الاكل اتطبخ، لا الرز، لا السلطة اتجهزت، لا العصير اتعمل، ولا اي حاجة خالص. هلا يا ستي انت عملت ايه؟ يرجع يلاقيها بتضحك وبتتكلم في التليفون وفرحانة، ولا كأن في أي حاجة. لو هو إنسان ذكي ونبيه هيعمل إيه؟ هيضحك، هياخد الأمور ببساطة ويبتسم، أنت بالك، ممكن ياخدها بضحك كده ويجلس يقول لها: يلا هاتي بقى الأكل، هي معلش أكل ولا حاجة، بس إيه، هو ذكي، إنسان فطن، المؤمن إيه، كيس فطن وليس كيس قطن. لو هو كيس قطن بقى يعمل إيه؟ أنا مش قلت لك أعمل إيه؟ انا مش قلت لك هاتي السلطه وهاتي اللحمه وهاتي، انا مش قلت لك، انت نسيتي، انت ما بتفهميش اصلا، انت صح يا جماعه ولا مش صح؟ ده يبقى انسان ما بيفهمش، ما بيفهمش، لان انت، ما المراه لا ينبغي ان تعامل زوجتك بهذا الاسلوب، صح يا جماعه؟
كان في فيديو كنت انا عرضته من فترة. زي ما شفناه هو بيضحك كده اهو، وكان بيتفرج مع صاحبنا ده وعايش حياته. You know what? You're useless. You mean nothing to me. You're a shame, not just to me, to the whole family. Do you understand? I'll come home when I'm ready. Do you understand? Yalla, bye. What's that, Steve? She frustrates me, man. I can't take it anymore. I've been having dramas for the last couple of years. It's only getting worse. I'm over it. That's appalling. I can't believe you speak to your wife like that. She doesn't get it. Yeah, she may make mistakes, but that doesn't justify the way you're talking to her. Our Prophet has ordered us, Steve. You know this. He's ordered us to be kind and gentle towards our women. And for what, Steve? Over food? Our Prophet never complained about anything that was ever presented in front of him. She's your wife, man. This is a trust. It's a trust from Allah. Someone's daughter. It's someone's sister. Do you want someone to speak to your daughter like that? You want someone to treat your sister like that? You're a Muslim, Steve. You're better than that. You're right. I am better than that. She deserves better than that. I need help. That's okay. We all need help at one stage. Seeking help, Steve, doesn't make you less of a man. It makes you a better man. So you can start off by apologizing and buy her a gift. And don't worry, I'll help you. I'm gonna change. Inshallah. الله، يا سلام. شوف شوف الكلام الجميل، شوف المعاملة الطيبة. يبقى الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ايه استفدت؟ ما انت انت ما قلت لك اعملي وانت ما عملتيش، انت حمارة انت. يعني ما يصحش خالص يا جماعة، ما يصحش، صح؟ يبقى ينبغي ان المعاملة تكون معاملة طيبة، معاملة طيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرة، أسيرة عندك. فكيف أنت تعامل أسيرة والله سبحانه وتعالى أوصاك بها خيرا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أوصاك قبل أن يموت: خذ الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وبعدين الرسول عليه السلام يقول إيه؟ أحرج عليكم حق الضعيفين. أحرج، حرام، أحرج عليكم حق الضعيفين: المرأة واليتيم. المرأة واليتيم حقها شديد. وقال: من ابتلي يعني بثلاث بنات أو بابنتين فعالهما وأحسن إليهما وأدبهما فكن له سترا من النار وبشرى من الله، بشارة. وإذا بشرى أحدهم بالأنثى بشارة من الله سبحانه وتعالى. فكيف أنت تعامل المرأة هكذا؟ فينبغي يعني إيه ألا تشدد عليها، خليك كده زي الخامس، الخامسة ديت لما قالت إيه، قالت عن زوجها: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسألوا عن معهد. وجرب حقيقة، جرب كده يعني، بس بيقين، بلاش كلمة جرب، طبق هذا الأمر وشوف. يعني أقول لك: عايزك المعاملة الزوجية، العلاقة الجنسية التي تكون بينك وبين زوجك، خليها كل أسبوع على الأقل مرتين، خلاص. وبعدين إذا خرجت تكون أسدا، عايزك ده، ده شيء طبيعي مش محتاج كلام، أنت راجل ينبغي تكون في الخارج أسد. ولا يسألوا عما عهد، عايزك لو رجعت البيت لما ترجع ما ت... ايه ما تسألش كتير. يعني لما يكون في تقصير، لا شك ان ممكن كل فترة والتانية، كل اسبوع، كل فترة، طيب نتكلم. وتغلف الكلام بايه؟ بكلمة طيبة، بهدية، بحاجة بحيث ما تأثرش فيها. يعني شفتوا عليه سيدنا الحسن والحسين لما علم الرجل الذي لا يحسن وضوء، شوف اسلوب الطيب، قال له: شوف يا عمو، احنا انا واخويا مش عارفين مين اللي مننا يتوضأ صح. انا بقول بتوضأ صح، وهو بيقول لي غلط، وهو بيتوضأ وانا بقول له غلط. المهم تعالى شوفنا. فهما الاثنين احسن الوضوء، قال: طب هشوفكم. فشافهم فقال: لقد احسنتما الوضوء وانا الذي اخطأت.
ففي فن في المعاملة، في فن في توصيل المعلومة، بحيث لما انت تغلف هذا الكلام باسلوب زي السندوتش كده، تغلفه قبل الكلام وبعد الكلام باسلوب طيب، قبل النصيحة وبعدها باسلوب طيب، بتوصل المعلومة، بتوصل لها وبتفهم المطلوب منها ايه، وبتحس بالتقصير وتقدر ان هي تطبق. وانا عندي، انا شخصيا عندي لائحة كنا كتبناها لما عملنا دورة تحسيدي زوجك في رمضان السابق، عملنا لائحة الايه، الحقوق والواجبات لابد تعملها عندك في البيت. حقوق الزوجة، حقوق الزوجة يجب عليكم ايه، انت يجب عليك ايه، وهي يجب عليها ايه، والتقصير في عقوبة، في ثواب وفي عقاب، والعقوبة مش معناها الضرب، في عقوبة، في حرمان، في غرامة، في دي لائحة لابد تعملها، قانون البيت، ما فيش دولة بدون قانون، الدولة بدون قانون تبقى غابة. تمام. فإذا ده هو محل الشاهد الخامسة، ممكن إن شاء الله بكرة لما نتكلم نبقى، لأن الحديث جميل، حديث أم زرع ده حديث جميل جدا وفي فوائد، إن شاء الله ممكن غدا نكمل الحديث عنه. بالنسبة للدورة معانا احنا، النقطة اللي احنا كنا اتكلمنا فيها عشان نختم اليوم إن شاء الله، نقطة ايه، قلة التغافل، قلة التغافل، لما يكون مفيش تغافل أو تغافل قليل بتحصل مشاكل كبيرة جدا بين الزوجين، إنما يكون التغافل فيه، يعني الأصل هو التغافل، بتكون الحياة فيها وئام وفيها سلامة وما بيكونش فيه طلاق عاطفي إن شاء الله. أيضا من أعراض الطلاق العاطفي الملل وقلة الميل أو انعدامه بين الطرفين، خلاص بقوا زهقانين من بعض، ملوا من بعض، هو يشوفها كأنه ما شافهاش، هي تشوفها ما خلاص، ما فيش بقى ايه، وقلة الميل، ما فيش اتصالات. يعني انا كنت مثلا كنت مسافرا هنا في المغرب في بعض الاماكن، وبعدين كنت بتصل بالزوجة بطمن عليها واقول لها احنا دلوقتي فين، فكان في معايا بعض الناس قالوا لي انت اللي انت بتعمله ده، احنا ما بنعملش كده خالص، احنا ما بنعملش. قلت لهم مش عيب، ايه اللي فيها، بطمنها بقول لها انا فين، انا سافرت فين. فالضحك يعني كيف، ازاي، هو ده صح، هو ده الصح، ايه المانع، طب ما في وسيلة تواصل، اتصل يا اخي وتكلم، تكلم دقيقة دقيقتين، اطمن عليهم كلمة طيبة، اعرف احوالهم ايه، لا قدر الله حصل لهم حاجة وما عندهمش رصيد يتصلوا بيك، انت اللي تتصل. تمام. يعني ده يعني زوجتك جزء منك، وانت لا قدر الله حصل لك اي حاجة هي اول واحدة تقف معاك، وهي لا قدر الله حصل لها حاجة انت اول واحدة تكون معاها. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك مودة وجعل بينكم مودة ورحمة. تمام يا جماعة. يبقى الملل وقلة الميل، مفيش الميل قليل بينهم، أو انعدام الميل بين الطرفين، ده من الأعراض البارزة جدا في الطلاق العاطفي. حاجة مهمة جدا، ضعف العلاقة الجنسية، ممكن العلاقة تكون ربما كل شهرين، كل 3 شهور، كل شهر، يعني حاجة كده إيه، أداء واجب بس، يعني كأن الرجل ايه، يؤدي الواجب او تؤدي الواجب، عشان يقول لك اصل عشان انا خايفة ان تلعني ملائكة. طب ما انت لما تسيئي اليه ولما تشتمي او تنغصي عليه عيشه، ما دي برضه غلط، وقد تتعرضين للعنة الله سبحانه وتعالى، ليس لعنة الملائكة. فينبغي ان المرأة الصالحة تكون حريصة على ان تتزين لزوجها، وهو ايضا يتزين لزوجته، كما قال ابن عباس اني لا اتزين لزوجتي كما احب ان تتزين لي. لماذا؟ قال لان الله تعالى يقول في كتابه العظيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عز وجل حكيم. فلا بد يكون ده امر امر اساسي، مش عايزين نقول طبيعي، امر اساسي في الحياه الزوجيه، تكون في علاقه حتى لو عاشوا 100 سنه، لا بد يكون في علاقة جنسية بينهم، وتكون هذه العلاقة منتظمة على الأقل كما قلت مرتان في الأسبوع. تمام يا جماعة، واضح معايا ولا رحت بعيد؟ تمام. بتوصل بقى من الضعف ده، ممكن ضعف العلاقة ممكن يكون في برود، البرود ده مرض، البرود مرض، ممكن يكون هي المرأة عندها برود جنسي أو الرجل عنده برود جنسي. طبعا في علاجات لهذا الامر، في علاجات طبيه، في علاجات نبويه، في اعشاب، في طب تكميلي، طب بديل، في ايا كان، المهم في علاج لهذا الموضوع. لابد ان هي تكون المراه حريصه على هذا، لا تسكت وهو لا يسكت، عشان يقدروا يحلوا هذه المشكله وتكون الحياه طيبه، عشان حتى لا يبحث الرجل عن اشباع خارجي، او المراه تبحث عن اشباع خارجي وتحصل الطامه الكبرى والعياذ بالله. نعم. لابد يكون الامور هكذا، وما يبقاش في تطلع،
ما يبقاش في تطلع وتطلب خارج المحدود، لا في المال ولا في العلاقة الجنسية ولا في يعني. فلذلك القناعة كنز لا يفنى. لما المرأة بتتطلب وتنظر، يعني كان في من المشاكل التي طرحت في هذا الشأن في العلاقة الجنسية، إن في بعض النساء وبعض الأزواج كانوا فتنوا بالحضارة الغربية والثقافة السيئة، فكانوا يجيبوا الأفلام السيئة هذه الجنسية وكانوا يشاهدونها. كان دكتورة متخصصة في هذا المجال ذكرت هذا الموضوع، مآسي حصلت، مآسي. لأن أولا أدخلوا الشيطان في بيتي، يعني عملوا دعوة فيزا للشيطان وقالوا تفضل معانا واجلس معانا وعيش معانا، كل واشرب معانا ونام معانا كمان. فطبعا حصل مشكلة، طبعا طلق. والمرأة بقت تقول أنا شفت مواصفات في الفيلم اللي أنا شفته مش موجودة في هذا الرجل، وهو يقول انا شفت في، يعني شفت في حاجات في الفيديو، والحاجات اللي شفتها ديت مش موجودة في هذه المرأة. لان دول اللي هم بتوع الدعارة دول قاتلهم الله، بيجيبوا مواصفات معينة وبيعملوا يجيبوا نساء انتوا عارفين الغرب عندهم يعني الجمال ده شيء طبيعي، فبيجيبوا حاجات معينة مواصفات معينة وحبوب وفيديو وخدع سينمائية ومش عارف حاجات زي كده عشان يفتنوا يفتكوا بالمسلمين، حتى يفتكوا بالمسلمين. احنا كنا من تقريبا 15 سنة، يعني قول مثلا كده سنة، لا أكتر، يعني قول من 20 سنة تقريبا، كان هذا الأمر نادر. يعني كان موضوع مثلا الأفلام والفيديوهات والحاجات دي كانت نادرة جدا، وكان بعض الناس كانوا يأتون بها في بلدتنا كان في الخفاء، يجيب شريط فيديو ولا حاجات زي كده. الآن أصبح هذا الأمر مش محتاج شريط فيديو، شريط فيديو يجيب فيديو ويجيب شاشة يعرض عليها وكابلات وشغلانة، لا 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 خلاص. أصبح قنوات الفضائية مفتوحة، أصبح النت مفتوح، أصبح التليفون مفتوح، أصبح كل حاجة. يعني ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فأصبح كل شاب تهم به هذه الأشياء، تهم به هذه الفتن من كل جانب وهو في بيته، وهو قاعد في البيت مش محتاج يطلع بره البيت عشان. ففتن كبيرة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع الفتنة بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. العلماء كانوا قديما يقولون التلفزيون، وأنا شخصيا نقلت على هذا عنهم. الآن أصبح مش التلفزيون بس، ممكن دلوقتي تلاقي بيوت ما فيهاش تلفزيون، أصبح المحمول. وفي الحديث من علامات الساعة أن يخاطب الرجل هدبة ثوبه، يعني يبقى ماشي وفي الشارع وبيتكلم ايه طرف الثوب، وفعلا الان بتشوفها تليفونات وحط سماعه، سبحان الله شيء عجيب. فاذا الحضاره الغربيه اثرت جدا تاثيرا سلبيا، الثقافه الجنسيه السيئه في الغرب، القنوات الفضائيه والانترنت ملايين المواقع. فطبعا دي افسدت العلاقه الجنسيه بين كثير من الازواج، وادت ليس للطلاق العاطفي بس، وانما الى الايه، الى الطلاق الحقيقي الشرعي، وربما ادت الى الخيانه والزنا والعياذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه. الروتينيه وعدم التجديد ايضا تكلمنا عنها قبل ذلك، ما فيش تجديد في الحياه، ما فيش تجديد في المعامله، ما فيش تجديد في الطعام، ما فيش تجديد في المراه، ما بتجددش في ملابسها، هو ما بيجددش في ملابسه، الالوان، الاساس المنزلي، مش لازم تبدل العفش، انت ممكن تغير المكان، تغير الكرسي ده تجيبه الناحيه دي. التغيير ده مهم جدا، بيكسر الروتين، اعملها جربها وشوف وهتلاحظ الفرق ان شاء الله. الانعزال المتبادل بين الطرفين مع الانفتاح على اطراف اخرى، كل واحد واخد جنب، وبعدين بتشوفه بره ما شاء الله بيتكلم وبيضحك وفرحان، وبتشوفها بره ياه واحدة تانية خالص، واحدة تانية تماما. ليه؟ لان في تقصير بين الجانبين، انت ما فهمتهاش وهي ما فهمتكش، المانع تجلسوا مع بعض تاني ويبقى في جلسة يوميا تتكلموا تستعيدوا الذكريات. بنختم طبعا بهذه الصورة الجميلة، صاحبنا اللي بيضحك دوت وواحد شدد له وشه بالايه بالمشبك. اهل بيتك اولى بالابتسامة. لما كان الشيخ حسين يعقوب بيحكي عن واحد كانوا واقفين مع بعض وبيتكلموا جنب الشباك، وبعدين سمعوا قالوا حاجة كده بتضحك، فضحك، فصاحبنا اللي هو صاحب البيت ده ضحك، فسمعوا مراته من ورا الشباك بتستغرب وبتقول يا سبحان الله ده بيضحك، ده بيضحك، يعني كأنه هو في البيت
مأتم، عامل مأتم في البيت، مفيش ضحك خالص، مفيش ضحك. وده غلط يا جماعة، مهما تكون الضغوطات. أنا عارف إن من أسباب الطلاق العاطفي الضغوطات المادية ومش عارف، ده شيء طبيعي، ده شيء الضغوطات المادية. وهل في بيت في العالم مفيهوش ضغوطات مادية؟ والله يا أخي رجال الأعمال بيكون عندهم ضغوطات، في كثير من رجال الأعمال مبيعرفش ينام، مبيعرفش ينام لأن بيفكر في الصفقة دي ولو خسرت صفقة هيضيع هو والعمال والشركة والدنيا كلها تتلخبط. فمسألة إن أنت تحلم إن أنت يكون في الدنيا يجي يوم ومفيش ضغوط، مستحيل. حتى أنت وأنت بتتفسح بتفكر في طب هتعمل إيه بكرة، ده شيء طبيعي. بس الذكاء بقى بتاعك والفطنة والحكمة، يعني أن تأخذ بقول الشاعر: ما مضى فات والمؤمل باق ولك الساعة التي أنت فيها. اللي فات خلاص انتهى، واللي جاي إن شاء الله يكون خير وتتفائل كما قال محمد علي كلاي، يعني إني أنا أعلم أن الغيب يخفي لي الكثير، أنا لا أدري ماذا يخفي لي الغيب ولكني أخفيت له التفاؤل، أنا لا أعلم ماذا يخفي لي المستقبل وإنما أخفيت له التفاؤل. هو بيخفي، أنت مش عارف، الله أعلم، بس تتفائل، تفاءلوا بالخير تجدوه. وعيش اللحظة، عيش اللحظة اللي أنت فيها، كل لحظة تعيشها كأنها آخر لحظة، كل لحظة تعيشها بجمال، بروعة، باطمئنان، بذكر الله سبحانه وتعالى، باستبشار، ده هتريحك تماما. والأعمال بالخواتيم، ربنا إن شاء الله يحسن الختام وتكون كل حاجة بخير. بنختم أيضا بهذه الأسئلة عشان إن شاء الله غدا نناقش الحل. ماذا تعني عندك السعادة الزوجية؟ تمام، أرجو الإخوة الكرام المشاركين أن يكتبوا هذه الأسئلة. ماذا تعني عندك السعادة الزوجية، عندك أو عندك، لو حد هيتابع التسجيلات إن شاء الله، تعليم غير متزامن. السؤال الثاني: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ ما قالش خيركم خيركم مثلا لعماله إذا كان بيعمل في أي وظيفة، مثلا خيركم خيركم لأصدقائه، خيركم خيركم لجيرانه، ما قالش. ما قالك: ما يزال جبريل يوصيني بالجرح حتى ظننت أنه سيورثه. ليه تحديدا قالوا أنا خيركم لأهلي؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولماذا قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ الإجابات كلها سهلة جدا، الإجابات كلها سهلة، بس أرجو أن أنتم تبحثوا فيها إن شاء الله. السؤال الرابع: ماذا تمثل لك الذكريات الزوجية؟ أو ماذا تمثل لك الذكريات الزوجية؟ إيه قيمة الذكريات بالنسبة لك؟ أيضا اكتب 5 سلبيات حقيقية عن زوجك أو زوجتك. اكتب 5 سلبيات، ده واجب أرجو تعملوه، تجيبوه معاكم بكرة إن شاء الله وتفكروا في الأسئلة اللي فاتت. اكتب 5 سلبيات حقيقية عن زوجك، مش تكتبها وتبعتها لي، أنا ماليش دعوة. ما تبعتليش حاجة، الله يرضى عليك. ابعت لي اللي هي إيه؟ اللي هو الأسئلة دي، إجابات الأسئلة. ماذا تعني عندك السعادة الزوجية؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ لماذا قال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد؟ شوف سؤال للرجال وسؤال للنساء أهو، ماشي. لو أنت عايز، أنت كرجل خليك مع خيركم خيركم لأهلي ولا خيركم لأهلي. بالنسبة للأخوات النساء: لماذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ سؤالان مشتركان للرجال والنساء: ماذا تعني عندك أو عندك السعادة الزوجية؟ ماذا تمثل لك أو لك الذكريات الزوجية؟ تمام. الواجب اللي أنا عايزه إن شاء الله تكتبوه بالإضافة لهذه الأسئلة هو: اكتب أو اكتبي 5 سلبيات حقيقية عن زوجك أو زوجتك، حقيقية يعني، مش ما تعمليش في الحبة قبة، ما يبقاش في حاجة وتقول أصل هو يعني لما دخل البيت في مرة كده إيه ما سمعتوش وهو بيقول السلام عليكم، ما تقول يعني عايزين سلبيات حقيقية، ممكن قال له أنت ما سمعتيش، عايزين سلبية حقيقية، مشكلة حقيقية اكتبها وما تبعتها ليش، اكتبها وخليها معاك. ليه؟ عشان لما إن شاء الله تيجي بكرة هقول لك هتعمل إيه. اكتب 5 سلبيات حقيقية عن زوجك أو زوجتك، ثم اكتب بعدها مباشرة في ورقة أخرى بقى، في ورقة أخرى اكتب أو اكتبي 5 إيجابيات حقيقية عن إيه؟ عن زوجك أو زوجتك. تجيب الورقتين ويكونوا معاك، بس ما تبعتهم ليش، إنما يبقوا معاك في وقت الدرس عشان أقول لك هتعمل إيه في الورقتين دول إن شاء الله. أحبابنا الكرام، بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، شكرا لكم على تفاعلكم الراقي.
وعلى حسن حضوركم ومشاركتكم، وإن شاء الله نلتقي على الخير غدا في موعدنا في نفس الموعد اللي هو الساعة 10 صباحا بتوقيت المغرب، الساعة 12 مساء بتوقيت مكة المكرمة. هل لديكم أي سؤال؟ Do you have any question؟ بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن. أخ عبد الكريم، أخ علي، ونبقى بكرة إن شاء الله نكلمكم عن حديث أم زرع، نكمل الحديث عشان نشوف آلية العلاج إن شاء الله. حفظكم الله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.